حتى مجال برا نحرص بالكلمة لكن تخدم طريقة بروفيسيونيل برشا وفيه برشا نبرة متاع وطنية ومتاع كزاز بالتواجد متاعكم كان صيادية أحرار أما لاني ممكن يضرب مرة اقرب للميكرو اقرب للميكرو اقرب للميكرو بعد الطاوله مش شايف تفضل كل جدة من كل قاعدين عن كل شيء عنا إعوان
والمسؤولين ما يعرف كل شيء، وبالي يعرف كل شيء، وعمر البلدية يعرف شيء، هو يعرف شيء. توا بتطلع باش يضربكم اللي كنت تحت عليه سي، باش يضربكم توا الجراوند تيروين تضرب باش. بل يعملوه بكياس يحفروا مرضية برا عم يصفوا كتك فوق الكهرباء بتاعك هذا كان نورمال الموضوع وقت يبدا يحل بكياس القدرة وراه يا عباد يا ناس القدرة وراه مشيت لاسطنبول خلي نشاز نعمل اسمعني 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 صحيح كانت 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 صحيح في صحيح صدقوني يا رجال من غدوة صباح وكماليتش الدين كلنا وحلفوا من الحلبان احنا يا اخويا معلم يعرف كل شيء معتمد يعرف كل شيء واحنا اللي وصلنا الوضايا توا كيفاش وصلنا له مش على الجلون تيروين وكيف الكيلوز وحتى توا انتم يا جماعه الكل راكم تتنفسوا في الجلون تيروين وستناو الله الله يقدر عليكم بالمباراه هذا ساعه بس هوني هيك برا عم شو كات خدام طاوله بالكرام بارك الله فيك يا مهندس نعتز بتاع ياسر بارك الله فيك ربي باش ما نقعدوش نكرروا في نفس الخطاب والشيء مضى بينا كل نساء قال حاجه ما نقعدوش نعاودها الا بقلبها حتى ما نقدرش نفهم هذا دور في دور بس في مسؤول فيه على الوضعيه الموجوده تو بس هذا والحرب والشيء دونك فما حضور للجراحات مضى بينا نسمع تفضل مناعسه ربي على ذكر الحلول والمقترحات حاجة صغيرة. حاجة صغيرة ومختصة على الرباط الجديد ربي توا الناس هذوما اللي يصبوا في ماء اللي هو نورمالمون يسجلت على اللي نورمالمون القانون يحاسبهم. علاش ما فماش شكاية؟ الشكاية هي أكثر حاجة تنجم تضر. علاش المحكمة ما تجيش هي تعلم معناتها مختصين وتحلل وتشوف اللي على عينيها الماء هذاك متلوث معناها الجواب اللي يعني عطاته الوزاره اللي كنا نقراو فيه فريمون استخفاف استخفاف معناتها قال لك هذا مش متلوث ومش صناعي وهو صناعي وهو جاي من السداس دونك كيف المحكمه هي اللي ادفونش فوالا لا باش بديك الفوري وسيله ضبط بارك الله فيك عايش